نقطة دار أعلق عليها التفجير بتاع داعش في مصر، لأنه ده مهم وده حدث الساعة. ده شغل ناس داعش كما هم تبنوه، وده ما عنده أي علاقة بالدين الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد. إنما المنهج ده بتاع داعش والقاعدة وجبهة النصرة والسرورية ناس عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وغيرهم، ده منهج أصلا طلع في العصر الحديث من كتب سيد قطب من جماعة الإخوان المسلمين، اطلع منهم حزب التحرير ديل. وفي العصر السابق جابوا ذو الخويصرة التميمي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمثاله وأتباعه إلى يوم القيامة، يخرج من صيصي هذا ورواية ضيضي هذا قوم يقتلون أهل الإسلام، يقتل الناس في الجامع ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما بيفهموا، أغبية حمقى لا يجاوز حناجرهم. قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أما اللي بيتبجحوا من العلمانيين والمجارمة والملاحدة والشيوعيين، اللي بيقول لك ده فكر ابن تيمية كاذب كاذب ودجل. ابن تيمية من أقوى العلماء، من أقوى العلماء على مر التاريخ من عصره إلى يومنا هذا، من عصره إلى يومنا هذا، الذين حاربوا فكر الخوارج وفكر الصوفية والقرامطة والباطنية والشيعة الرافضة وغيرهم. فذا الكذابين ورونا وين، ها؟ أيوة ورينا وين ابن تيمية قال يجوز تقتل المسلمين في المساجد يا صوفية يا أخوان مسلمين يا محتالين. ده منهج الإخوان المسلمين. خلاص عبد الحي يوسف موجود في اليوتيوب فيديو رابعه ذاته جماعته، قال أفتى بجواز التفجيرات، ده شغله. والقرضاوي قال أنا شيخ الفتنة، اللهم أحيني في الفتنة وأعشني في الفتنة وأمتني على الفتنة، وده موجود لو دار تسمع. كان عندهم سلاح، ما عندهم يا عبد الحي لو أحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه، هذه كله باطل. وقال هذه عمليات استشهادية مباركة في نهاية الكلام، موجود في اليوتيوب لو من أراد أن يتأكد. ما بجوز تفجر يهود ولا طليان ولا غيره، ده كله باطل. أما في الحرب، حرب عدي الكتل مع بعض ده موضوع تاني، لكن تغدر يهود ولا تغدر أمريكان جوهين السودان وأخذ عهد أمان من السلطان من الحاكم وطلق له تأشير الدخول في جوازه وأمنوا وأمناه، ما بيجوز الخيانة في الإسلام أبدا، حتى الكافر ما يجوز تخون. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن المسلمين إذا عندهم عهد مع الكفار عديل ما يجوز تخونهم. إذا بان بينك وبينهم عهد وحسيت إن هم نقضوا دارين قضوا العهد وبيدبروا وتأكدت من هذا الكلام، ربنا قال أول وحديك الآية إنه أول حاجة تكلمهم إنك نقضت العهد عشان يستعدوا للحرب. شوف الدين ده كيف، شوف الرجالة ده كيف. ربنا قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ده الخونة يا أخي، ده الحي يوسف وداعش وجبهة النصرة وبكر البغدادي وبن لادن وسجم رماد، لكن قناة الجزيرة هي التي صنعت أمثال هؤلاء. لأنا قناة إخوانية، أنت ما جايب خبر، قناة إخوانية تابعة لسيد قطب، فكر سيد قطب، فكر الإخوان المسلمين، وأنت ما جايب خبر. فده منهج باطل باطل يا أخي. ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. تمشي تقتل يا أخي ناس بيركعوا وبيسجدوا يا الله، تقتلهم حتى لو صوفية ما بجوز تقتلهم. ونحن يوم واحد ما حرضنا زول، مش اقتل صوفي يا الولاية ضانوس، أي ما حرضنا زول بالرتبة لساننا ده